العجول البرازيلية تزاد ثمن أكثر. حيت ديجا الناس مشارجية الكوارة مش عامرين، ديجا الناس شاريين الغلا. دابا عاد وزارة الفلاحة تساعدات مع الناس وحيدوا لهم التيفية وغيتساعدوا معاهم في العلف باش يقدر اللحم يطيح شوية. هادشي اللي كاين. شنو السبب ديال الزيادة؟ زيادة اللحم في البلاد قليل. كاينش اللحم ما كافيش. خصنا نستودوا اللحم باش نتعاونوا مع اللحم ديال البلاد. كتشوف انا هاد العجول اللي دخلت غتعاون شويه فعلا عاونات ماشي هذا تعاون عاونات 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 حيت اللحم ما كاينش اللحم قليل في البلاد. دابا انكم نتوما دابا كتلقاو ان اللحم تلقاو ما نشريو بعد واحد الوقت راه لقينا ما لقينا ما نشريو شحال ديك الزاره سدو راه النص ديال الناس سدو كاع مابقاش يزاولوا هاد المهنه كاع سبب هو ارتفاع اللحوم هو سبب هذا الشيء. هذا ملي كيجيو دابا كنعرفوا رمضان الناس كيفهم الاقبال على اللحم الناس ملي كيصبها الاثمنه شويه زايده كيفاش كتعاملوا معاهم انتم كبزاف؟ واش نتعاملوا تنساعدوا مع الناس كاملين راه ما يمكنش شاديه انا كل خص كلشي ياكل اللي عنده واللي ما عندوش. اللحم راه ما طلعش شي ثمن ديال بزاف راه 10 دراهم اللي تزادت في اللحم. اللحمه ديال عامين حنا تنبيعوه ب 90 درهم ولا 3 سنين. ما كتشوفش القدر ديال الناس دابا الاغلبيه ما بقاش قادر يشري واحد جوج كيلو من اللحم واحد كيلو ونص اللي كاكل. كنتوما كجزاره كتعاملوا بزاف مع الناس في نظرك كيفاش كتشوف الولاد في القدره ديال بالنسبه لدابا هذا الجي واخد 4 كيلو ديال اللحم وعنده 4 ديال الدريش غيدير بعض 4 كيلو ديال اللحم وما عنده ما يديها تيقسمها وهذاك راه هو اللي غلى اللحم. ولكن واش باقي الناس كياخذوا هذاك الرقم؟ شي ياخذوا كاين اللي ما عندوش راه اللي كان تياخذ كيلو ولا تياخذ نص كيلو واللي كان تياخذ نص كيلو ولا تياخذ ربعه هادشي اللي كاين. واخا كنشوفوا كاين الاثمنه كتختلف بين كل بزاف كاين اللي داير 90 درهم 95 درهم واخر سمعنا على انه غينقص ثمن اللحم ولكن باقي ما كاينش كاين الاختلاف بين كل بزاف داير الثمن ديالو راسو وكاين القضيه ديال الناس سمعوا على انه غينقص ثمن اللحم ولكن شافوا باقي ما نقصش الثمن راه ماشي كل بزاف داير الثمن ديالو راه اللحم في القرنه ما مقادش كاين اللحم ديال 70 درهم كاين اللحم ديال 80 درهم كاين اللحم ديال 90 درهم اللحم راه فيه بروميوم شوا والدوزيام شوا والتروازيام شوا هادشي اللي خص الناس يعرفوا راه في القرنه الثمن ما مقادش يعني شنو الفرق اللي كيكون كاع الاسم دابا قلت لك الثمن كان اللحم ديال 70 درهم 80 درهم شنو الفرق بيناتهم اللي كاين؟ لا كاليتي بحال كاين اللحم تيكون ناقص الشحمه اللي كيديه تيسوسو تيتصاوبو غير كفته ولا شي حاجه بالنسبه للحم ناقص الشحمه ما يصلحش للطاجين تيجي قاصح المواطنين بالنسبه للمواطنين الناس المسؤولين راه واقفين على هذا الشيء هذا وهاد الاثمنه راه ما غاتبقاش هو يكون الثمن ان شاء الله يطيح شويه الثمن الثمن راه هو هو يبقى الثمن البقري راه ب 100 درهم ما غيحوش الثمن ديالو ما غيزيد ما غينقص يبقى الثمن مقاد حيت ديجا الناس معمره الكوارة بسلعه غاليه واخا ما كتشوفش على انهم كاين السماسريه ولا الصناقه اللي دخلوا في بالعجل اللي كيبان الناس عندهم كوارة وبين الجزار لا كتشوف ما كاينش لا ما كاين لا الصناقه لا والو هادشي ما كاينش انتوما ملي كتقداو كتلقاو امور سهله معناها عاديه تدخل الكورنرات تلقى كلشي كاين كلشي موجود